السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور وأمسية سعيدة على الجميع. كنت صار لي ساعة بحاول أصور هالفيديو والستوري السريع وما ضبطت الأمور لما غربت الشمس، ولكن نطلع عليكم اليوم. وفي استفسار من أحد الشباب الله يبارك له، شرى الفورد F-150 ومبسوط معاه وأموره تمام، ولكن يقول قاعد أفكر أني أرفع السيارة اللي هي رفعات بنظام مساعدات معاونات وكفرات كبيرة وهالأمور، وصايرة هبة. فكلمت الوكالة والوكالة نصحوني ما أسوي الشيء هذا، ويمكن أن الشيء هذا أنه يطلعها من الضمان. فوش رأيك في الموضوع هذا ويبيني أتكلم عنه؟ فإن شاء الله اليوم بتكلم عن الموضوع هذا بشكل عام، عن سالفة رفع الشباب للسيارات سواء كانت البيك اب الوانيت او الجيو. اول شيء من بدايه تصميم السياره في حدود سواء الارتفاع او نزول السياره، وكلها مدروسه، لا من ناحيه سلامه، لا من ناحيه امان، لا من ناحيه ايروديناميكيه، لا من ناحيه ثبات، لا من ناحيه التراكشن والاستابيليتي كنترول والاي بي اس وكل الامور هذه. لما اجي برفع السياره معناته أني أغير المعادلة كاملة، فصارت السيارة في مستوى آخر، فبتكون خطيرة في الشوارع وفي الطرق. حتى لما أغير الكفرات والتواير، في بعض الشركات يقول لك يبغى السيارة إعادة برمجة لما تجي تركب عليها كفرات وتواير، ويكون لك حدود، يعني مثلا لك من 31 إنش إلى بالكثير 33 إنش السيارة أمورها تمام. أكثر من كذا السيارة راح تطلع من الضمان. ليش؟ لأن عندك كل السيارة بتبرمجة على حدود معينة، مثلا عندك الدفرنسات الأمامية والخلفية بتبرمجة على سرعة معينة، لما تركب عليها كفرات أو تواير أكبر أو أصغر أنت كذا ممكن تضرب عندك نظام الحركة في السيارة وتعدم عندك السيارة، وانت ما تداري على بالك أنك أنت رافع السيارة، فمعنات أني في أمان وما عندي أي مشكلة، بينما أنت قاعد تنكب السيارة وتلعب فيها. يمكن السيارات الأمريكية ما هي معقدة زي السيارات الأوروبية، ولكن أنت بتدخل في مشكلة السلامة والأمان لك أنت في سيارتك وللناس اللي معك في الشارع. لما تجي ترفع السيارة فمعناته أن عندك الصدام في ستاندرد على مستوى العالم، لازم ارتفاع السيارة يكون إلى حد معين، بحيث أنك لما تصدم في سيارة صغيرة تصدم في مكان قوي فيصير في امتصاص للصدمة، فأنت ما تتأثر واللي في السيارة الثانية ما يتأثر. لما تجي ترفع السيارة راح تصير كذا، لما تصدم أنت كذا ممكن تورط نفسك، ممكن صدمة بسيطة تقلب سيارتك، أو ممكن أنك تعدم الشخص اللي تصدم فيه. كذا أنت ذبحت لك شخص أو قتلته أو سببت له إعاقة، ومن الأمور هذه أنت في غنى عنها. لما أجي أنا برفع السيارة معناته السيارة هذه لازم أن يستخدمها في البر في مكان يكون خارج الطريق، علشان ما أبلى الناس وأبلى نفسي في الأمور هذه. أنا أستغرب يعني بعضهم أنه يرفع السيارة يحط لك 35 إنش وتلقاه بين السيارات يمين ويسار يمين ويسار، كأنه راكب له موستنج ولا راكب له كوربت، بينما هو راكب سيارة عبارة عن بيت متحرك، لا سلامة لا أمان لا انتبال الأشخاص اللي معك في الطريق، استهتر. أنا نصيحتي الشخصية أمشي على اللي تقول لك الوكالة أو الإكسسوارات الأصلية حقت الوكالة. قال لك أكبر كفر تركب على السيارة 33 إنش، ركب 33 إنش. لو قال لك 35 ركب 35. في بعض الشركات يكون عندهم إكسسوارات أصلية زي الموبار حقت الجيب، مريحينك، أطلب من عندهم وركب من عندهم، أو أطلب من عندهم وركب برا وتكون في بر الأمان أو في السيفتي سايد. وغير ستايل قيادتك، يعني توقع أنه بيكون عندك صرفية بنزين عالية، يكون عندك خطر عالي. السيارة ممكن أنك متعود عليها في أماكن معينة تمشي معك، بس لما تركب عليها رفعها وتغير ممكن ما عاد تقدر تدخل باركينج، هذه واحدة من الشغلات. أو ممكن السيارة تصير أعرض شوي، ممكن تأخذ لك رفرف سيارة ماشية جنبك وانت ما تداري عنها. وآخر شيء يمكن يهم بعض الأشخاص اللي يسوي في الوكالة، هل الشيء هذا يلغي الضمان؟ إذا أنك مركب في الوكالة وأكسسوارات الوكالة زي الموبار مثلا أمورك طيبة، إذا تركب شيء خارج مواصفات الوكالة
فشيء طبيعي ان الوكيل يقول لك السيارة راح تطلع من الضمان، هذا شيء طبيعي وانا متفق مع الشيء هذا. بالعكس انا استغرب كيف السيارات هذه تعدي الفحص الدوري وفحص المرور، ومستغرب خلك من الفحص، انا مستغرب كيف المرور والشرطة بيشوفون السيارات هذه مرتفعة وماشية في الشارع، خطر على الناس وخطر على انفسهم ومخلينا ماشي براحته. يعني اذا تبي تلعب تستهبل بسيارتك خذ راحتك في البر، بس انك تدخل في نص الرياض وتسوي الحركات هذه وتبلى خلق الله، لا الله يكافينا وياكم الشر ويعطيكم العافية وفمان الله.